انا النهارده اقتحموا قوات خاصه البيت بطريقه يعني انا لحد دلوقتي مش قادره اتلم على اعصابي، ودول ما انا قاعده لوحدي في الشقه انا حاسه ان انا قاعده والله فعلا حاسه ان في حد هيهجم عليا كده. انا ما كنتش اعرف ان هما بوليس، انا كنت بفتكر الناس اللي بيتخبط وبتكسر عليا الباب دي، انا كنت بفتكرهم ما اعرفش، حاسه ان عصابه حراميه مش عارفه ايه بالظبط، مش قادره افصل. بقيت كل اللي جاي عليا عماله اصوت اقول لهم في ايه في ايه، انتوا مخوفيني، انا حاسه اني مرعوبه ومش عارفه في ايه، انا ما اعرفش في ايه، وابني عمل ايه انا ما اعرفش، وابني مش بيلقبلك خالص خالص، وانا كنت ضده والله فعلا، انا كنت ضده بقول له لا ما تروحش معاهم يا ابني سيب البلد تمشي، بس انا دلوقتي لو في اي مظاهره والله فعلا هنزل واشترك معي، وانا مأيداه دلوقتي لان المنظر اللي حصل ده ما يرضيش ربنا، ترويع الامينين ده ما يرضيش ربنا. بعد الفجر تقريبا على طول الساعه حوالي 5 انا وانا كنت نايمه، يعني كنت لسه مصليه الفجر وبعدين نايمه، سامعه صوت دبدبه جامده جدا على السلم، فبعدين قلت يمكن في حد في الجيران عنده كارثه ولا حاجه مش عارفه يعني، وبعدين لقيت الصوت هبد جامد على الباب، فصحيت والد عبد الرحمن الحق انا مش عارفه في ايه، والده راح فتح عينه بيقول في ايه في ايه، وقام فزع شديد، بقيت خلاص بصوت مش عارفه في ايه، حد بيكسر علينا البيت، بقى بابا ماسك الباب من جوه وانا عماله اصوت واقول في ايه، بفتح شباك عندي على السلم ببص لقيت كتيبه بحالها، كتيبه ناس كتير جدا فوق ما تتخيلي، وماسكين بنادق وملثمين، فانا قلت له ده بوليس ده بوليس، راح فتح لهم طبعا داخلين، فلقوا سجادة الصلاة، قالوا لنا شيلوا سجادة الصلاة من الأرض، قال لي ابني شيل سجادة الصلاة من الأرض، أنا إني كنت لسه أعتبر مصلية، بقى هو ده اللي خلاهم هدوا شوية تقريبا، قلت لهم أنا خايفة أنا خايفة، قالوا لي طب إيه طب خلاص معلش اهدي اهدي، فين عبد الرحمن فين مش عارفة إيه، قلت لهم أنا طب هو عمل إيه طب في إيه، عبد الرحمن بتحت عند سته بينام عند سته، راح قال لي عايزينه نزلوا جابوه، نزل اخوه يجيبه قال له طب احنا هنقول له كلمه بس، اخوه نزل عشان يجيبه ونزلوا وراه، نزلوا طبعا وبالمنظر المهين دوت، والدي راجل كبير تعبان، ودخلوا القوات الخاصه دي، وبعدين ببص في الشارع لقيت حوالي 4 عربيات ولا 5 واقفين وكميه ضباط وعساكر، ما انا ما شفتش والله المنظر ده قبل كده. المشكله بقى ان عبد الرحمن دلوقتي المفروض ان هو قالوا لهم ان هو راح على مديريه امن الجيزه، والده راح على مديريه امن الجيزه قالوا له لا ده مش موجود عندنا، راح قال ده كده يبقى في التجمع الخامس، راح التجمع الخامس هو قاعد دلوقتي قدام باب المحكمه ومش عارفين ابني فين، انا مش عارفه ابني فين، انا مش هستنى كده لحد ما الاقي جثته مربيه تحت اي كوبري ويقول له لاقيني، هما بيعملوا ايه؟ هما عايزين ايه؟ عايزين محدش يتكلم؟ لا هنتكلم، مش هسكت، انا مش لاقيين ابني دلوقتي، انا والده اما كل شويه اتصل بيه بيقول لي انا مش لاقيه، ما اعرفش فيه، اختفى. هو عبد الرحمن مش تبع بلاك بلوك خالص، بيقولوا بلاك بلوك، هو مش تبع بلاك بلوك، هو بينزل يرسم جرافيك بس، هو ده الجريمه